هذا البرنامج برعاية مركز التسلية كيدي بارك. كيدي بارك في خدمة أولادكم. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج اربح معنا، المسابقة الخفيفة اللي تجيكم دائما عتعاونوا على قناة الأنس. الأسئلة تاع اليوم والأطفال تاع اليوم كانوا في المستوى، خلينا نشوفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. مساء النور. واسمك؟ أميرة. أميرة شوفي في الكاميرا قولي لهم اسمك وين تسكن. واسمي أميرة ونسكن في بن خادم. مع من جيتي كيدي؟ مع ماما وخويا. عجبك الحال؟ إيه. بزاف ولا شوية؟ بزافة. صح، هذوك حتشاركي معنا في مسابقة اربح معنا، إذا ربحتي نعطوك ساعة ونصف لعب مجانا ولي دونات. ساكي واجدة؟ واجدة. نبداو على بركة الله. هيا حاطط الأسئلة وعطيني سؤال نقراه لك. عطيني سؤال. أكي حبة سؤال سهل ولا سهل؟ سهل سهل. تحفظي شوية الصور؟ لا 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 لا. وسؤالك يقول اقرأ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم رب المغلوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. مبروك عليكم القراءة تاعها، كانت قراءة صحيحة. عطولك الجائزة ولا خلوها الخطرة الجاية؟ عطوني جائزة. ديها اليوم؟ إيه. أكي شير؟ إيه. يا ساحاطينها القسيمة تاعها. ألف مبروك عليك. أرواحي 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 الصح. شوفوا في المشاهدين وقولي لهم كلمة وري لهم القسيمة تاعها. شو نقول لهم؟ قولي لهم يعطيكم الصحة على المشاهدين. يعطيكم صحة على المساعدة. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. مساء الخير. واسمك؟ باتول. باتول شوفي في الكاميرا قولي لهم عمرك وش مسالة تقرأ؟ عمري 10 سنين، أنا طالعة المتوسطة. كي طالعة المتوسطة ربحتي السيزيون؟ إيه. شحال جبتي المعدل؟ جبت 9.32. الله يبارك في ماما، متعرفي تجاوبي على هذا السؤال؟ إيه. شير نبداو على بركة الله. إيه. وش رأيك باتو زعما راح تعرف تجاوب على السؤال؟ إن شاء الله. يا نبداو خلطي الأسئلة وأعطي لي السؤال، تفضلي باتو. صح. أعطي لي السؤال. السؤال تاعك سهل شوية زعما تعرفينه؟ سؤالك يقول ما هو أطول نهر في العالم؟ أطول نهر في العالم. نهر؟ أيوه. وش من نهر طويل كاع في العالم؟ الصيف. عندك فصل ماشي فصل، نهر نهر. نهر. نعاونوها نعطوا لها شوية اقتراحات. إيه. صح، نعطيك ثلاث اقتراحات، أطول نهر في العالم هو الميسيسيبي ولا النيل ولا دجلة والفرات؟ نعم. هو نهر النيل ولا الميسيسيبي ولا دجلة والفرات؟ زيدي تخمي شوية. ياك سايبة هاد لا كيستيون. صح، شوفي في المشاهدين وقولي لهم الإجابة. أطول نهر في العالم هو نهر الميسيسيبي. الميسيسيبي، والإجابة تاعك إجابة خاطئة، أطول نهر في العالم هو نهر النيل. أكي زعفانك النيل. ايوه شوفي في المشاهدين وعاودي لهم السؤال والاجابه. اطول نهر في العالم هو نهر النيل. قولي كلمه للمشاهدين. شكرا على حسن المتابعه. باي باي.
يا ساحة ربي يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. شوف لا كاميرا قولوا مو اسمك عمرك وين تكون ومع من جيت الكديفة. اسمني آيان. شوفيها في المشاهدين. اسمني آيان وفي عمري 12 سنة ونسكن في داريا. مع من جيت الكديفة؟ مع يما. عجبك الحال؟ عجبك الحال في كديفة؟ اه. حب جيت لها؟ اه. ساعة تشارك معنا في مسابقة اربح معنا، إذا ربحت نعطيك كادو تلعب ساعة ونص باطل ونزيد لك لي دونات. اوكي. أخ واجد؟ واجد. إذا ربحت تدي الكادو وأنا أعطي لي دونات. اه. فهمنا؟ اه. هيا خلط لي كيس كادو اللي جابك أنا. أنا نقرأ لك السؤال. صح وش رأيك هذا زعما يعرف السؤال هذا؟ أو معود. شوية شوية. أو معود. وسؤالك يقول ما هو الطائر الذي ينتحر ولا يموت؟ كان واحد الطائر ينتحر بصح ما يموت، هو ما يموت بصح هو اللي ينتحر. لاقل واسمه لاقل. لاقل بالعربية وش اسمه؟ واسمه بالعربية نسيت. الإجابة تاعك إجابة صحيحة بالفرنسية بصح بالعربية وشنو؟ أقل وشنو باللغة العربية؟ نسيت والله. النصر. لا النصر ماشي النصر النسر. النسر. والإجابة تاعك إجابة صحيحة، الطائر الذي ينتحر ولا يموت هو النسر. هاك فرحان كيربه؟ اه. بزاف ولا شوية؟ بزاف. معليش غدوة إن شاء الله هو نعطوك الكادو تاعك. اه نورمال. اه تخلي الخطرة الجاية. هذه لو القسيمة الدنيا تاعك شنو نقولوا له؟ مبروك عليك. مساء الخير. ها وش راك؟ مليح. بزاف ولا شوية؟ بزاف. نكون ملاح وش نقولوا؟ قولوا الحمد لله. لله. كيما نكونوش ملاح؟ شي الحمد لله. قولوا الحمد لله على كل حال. على كل حال. واسمك؟ واسمك؟ مانو. مانو؟ اه. شحال في عمرك مانو؟ 9. وين تسكن؟ باب علي. باب علي ما من جيت لهم؟ يما و صاحبتها. عجبك الحال بزاف ولا شوية؟ بزاف. بزاف صح. نبدأ اربح معنا ديرك المسابقة ما تستناش. نبدأ على بركة الله. اعطيله الأسئلة صح. وسؤالك صح. سؤال جاك لغز ما تعرف تجاوب عليه؟ ها؟ سؤال لغز تعرف تجاوب عليه؟ نقدر. شو؟ نفهم. صح. كتبه. وش رأيك جهلوك زعما في جواب بعدين؟ إن شاء الله. إن شاء الله. وسؤالك يقول ما هو الشيء الذي إذا غليته جمد؟ حاجة كي تغليها تجمد. البيض. البيض. والإجابة تاعك إجابة؟ إجابة صحيحة، البيض هو الشيء الذي غليته جمد. مبروك الجائزة، فرحان كيربح. ها؟ فرحان كيربح. تاخذ بوتي عن كادو. بزاف ولا شوية؟ بزاف. قاسم نعطيها لك دوكا ولا أمبع؟ ها؟ نعطيها لك دوكا ولا أمبع؟ دوكا. دوكا، عطي له القاسمة تعود وش نقولوا له؟ مبروك عليك. مبروك عليك، شوف يشوفوك أنت، قول لهم كريمة. كريمة. لا، قول لهم شكرا على حسين. شكرا على حسين وطابق. شكرا السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. مساء الخير. واسمك؟ شعيب عبد الله. صح عبد الله، شوف لا كاميرا قولهم وين تكونوا معاه من جيت الكيدي بارك وشحال في عمرك؟ في عمري 12 سنة ونسكن في بن شعبان بوفيريك وفي جيت مع يما. عجبك الحال بزاف ولا شوية؟ شوية. شوية شوية، واش من اللي يجوا اللي يلعب؟ كاع. كاع. راك حاب زيت لها؟ شوي.
صح، وكان شارك معنا في المسابقة تربح. لا نبدأ على بركة الله. اه يطيل الأسئلة، إن شاء الله تربح. وسؤالك يقول أين تقع تايوان؟ تايوان دولة تايوان وين جاية؟ برازيل. في البرازيل. وش من القارة جاية؟ قارة لا ما أدري. ما تعرفهاش؟ لا عرفت. استسلم خلاص، مزجت خمم شوية. تايوان قارة. أين تقع دولة تايوان؟ قارة إفريقيا. لا ما أدري. ما تعرفهاش؟ قناتك الإجابة تشفع عليها؟ إيه. نطلوا الإجابة ولا لا؟ نطلوا. تقع تايوان في قارة آسيا. آسيا. شوف المشاهدين وقول لهم الإجابة والسؤال. تقع تايوان في قارة آسيا. وش كل المشاهدين لهم يشوفوا في القناة الآن؟ يقعدوا يتابعوا في القناة. شكرا جزيلا على المشاركة. هايلة صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. واسمك؟ داسين. شحال في عمرك؟ 10 سنين. ها من جيتي لكيدي بارك؟ ماما. عجبك الحال بزاف ولا شويه؟ بزاف. وين تسكني؟ بابالي. بابالي الله يبارك. تما جيت كل يوم ولا من داك بغيت؟ لا جيت اليوم. شحال جيتي من خطره كيدي بارك؟ اليوم بارك. اوكي حابه تزيدي تجي؟ اه يا صحه. نبدا مسابقه اربح معانا. اه صحه. راكي واجده للمسابقه؟ اه. شوفي في الكاميرا وقول لهم انا مستعده. انا مستعده. يا خلطي الاسئله واعطيهم. يعطي الاجابه. سؤالك يقول لغز. سؤال تاعك عباره عن لغز. يقول ما هو الشيء الذي يخترق الزجاج ولا يكسره؟ بلاستيك. بلاستيك. لا حاجه تجوز في الزجاج بلا ما تكسر. الزجاج بلا ما تكسره. ما هو الشيء الذي يخترق الزجاج ولا يكسره؟ يخترق الزجاج. ايوه ولا يكسره. جاتك صعيبة هاد لاكيستيون. الماء. إجابة نهائية. والإجابة تاعك إجابة خاطئة. الشيء الذي يخترق الزجاج ولا يكسره هو الضوء. شنو؟ ضوء. عاودي للمشاهدين قولي لهم السؤال والإجابة. الضوء. عاودي لهم السؤال والإجابة. الشيء الذي ولا يكسر هو الضوء. قولي للمشاهدين كريم. صحة. يعطيك صحة. هذا البرنامج برعاية مركز التسلية كيدي بارك. كيدي بارك في خدمة أولادكم.